شيدت سواعد العلماء العرب المسلمين الأوائل صرحاً علمياً حضارياً عظيماً، ما زالت آثاره شاهدة عليه، وما زالت لبناته في جل مكتبات العالم تحكي قصة مجد أثيل، تتناثر شذراته على صفحات الكتب والمخطوطات التي خطت بلغة العرب التي أهدت للإنسانية علماً وسعادة ونوراً تهتدي به بعد أن عاشت حبيسة ظلام الجهل قروناً طويلة. كل تلك العلوم والمعارف التي أسست الحضارة الإنسانية على مدى التاريخ خطتها أنامل هؤلاء العلماء العرب المسلمين الأوائل باللغة العربية، ممزوجة بعرقهم وسهرهم وتعبهم على امتداد الأعصار والأمصار. وما ضاقت تلك اللغة المجيدة بلفظ مخترع أو دلالة على مبتكر أو شرح غامض أو تفسير مبهم، فما أجدر أن تعود لغة العلم والمعرفة من جديد لتصل الحاضر والمستقبل بالماضي العتيد. لم تكن تلك العلوم لتصل إلى ما وصلت إليه اليوم، ولم نكن لننعم بالأدوات التقنية المعاصرة لولا الدور العظيم للغة العربية. كانت العربية اللغة الأكثر تأثيراً في العالم، وكان تعلمها طموحاً لطلبة العلم الأوروبيين، فبها ينهلون من معارف علماء المسلمين، وبها يتعلمون العلوم. إنها اللغة التي ميزها الله سبحانه وتعالى بكونها لغة آخر الكتب السماوية ومعجزة رسالة الإسلام الخالدة. ورحم الله من قال بلسانها: وسعت كلام الله لفظاً وغاية، وما ضقت عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي.